Anak akan bertanya kepada saya dengan menggunakan perkataan ini. Tafadhali ya anak. Kam sa'atu al-an? Ya ustaz. Ma makna kam sa'at? Jam berapakah? Al-an. Sekarang. Na'am. Is'alini maratan ukhra ya anak. Kam sa'atu الآن يا أستاذ. الآن الساعة الثامنة والنصف صباحا. ما معنى الآن يا حنا؟ سكرة. الساعة الثامنة ما معناه؟ جم لبن ستنة. والنصف ستنة صباحا. نعم. مرة أخرى اسأليني. كم ساعة الآن يا أستاذ؟ الآن الساعة الثامنة والنصف صباحا. ثم السؤال الثاني. كم مسافة من بيتك إلى إكيم يا أستاذ؟ ما معنى كم مسافة؟ برابك جرى؟ من، ما معنى من؟ داريبادي. بيتك، ما معنى بيتك؟ رمه كم؟ إلى إكيم. ك إكيم. نعم. اسأليني مرة أخرى. كم مسافة من بيتك إلى إكيم يا أستاذ؟ من بيتي إلى إكيم حوالي 40 كيلومترا. ما معنى من بيتي؟ داري رمح ساية إلى إكيم كإكيم حوالي. ما معنى حوالي يا هلا؟ لبه قرى. 40، ما معنى 40؟ 40 كيلومترا. كيلومتر. نعم. من بيتي إلى إكيم حوالي 40 كيلومترا. ما معنى حوالي مرة أخرى؟ لبه قرى. 4 نقود عندك يا أستاذ؟ عندي 100 رنجل. ما معنى عندي؟ دي سي سي سايا. 100 رنجل، ما معنى 100؟ 100. 100 رنجل. 100 رنجل. نعم. اسأليني مرة أخرى. كم نقودا عندك يا أستاذ؟ عندي 100 رنجل. Kemudian saya akan bertanya kepada anak dengan menggunakan soalan yang sama. السؤال الأول. كم ساعة الآن يا هنا؟ ما معنى كم ساعة؟ جم برابك الآن؟ سكرم. نعم. كم ساعة الآن يا هنا؟ الآن الساعة التاسعة مساء. ما معنى الآن؟ سكرم. الساعة التاسعة ما معنى؟ جم سنبيلة. الساعة التاسعة مساء، ما معناه؟ جم سنبيلان ملم. نعم. أسألك مرة أخرى. كم ساعة الآن يا حنا؟ الآن الساعة التاسعة مساء. ثم السؤال الثاني. كم مسافة من بيتك
إلى إيكي. ما معنى كم مسافة berapakah jarak min baitiki daripada rumah kamu ila iki ke iki. Nah, kam masafatan min baitiki ila iki ya hana. Min baiti ila iki hawalai 50 kilometer. Ma makna min baiti dari rumah saya ila ikim ke ikim hawalai lebih kurang 50. Ma makna 50? 50 kilometer. Ma makna 50 kilometer. Nah, asaliki maratan ukhra, kam masafatan min baitiki ila يا هلا. من بيتي إلى إكيم حوالي 50 كيلومترا. ثم السؤال الثالث، كم نقودا عندك يا هلا؟ ما معنى كم نقودا؟ برافو بانيكا نقودا دوي. نعم، عندك di sisi kamu. Nah, kam nukudan indaki ya hana. Indi 300 ringgi. Ma makna indi? Di sisi saya 300. Ma makna 300? 300 ringgi. Ringgi. Nah, asaluki maratan ukhra, كم نقودا عندك يا هنا؟ عندي 300 رينجي. مرة أخرى، كم نقودا عندك يا هنا؟ عندي 300 رينجي. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan atau pandangan, sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita